على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه وسلم توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأهواله بني أدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقواه ولما تم من حمله على امرأته 9 أشهر قمرية صلى الله عليه وآن للزمان أن ينجليانه صدى تقالده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية صلى الله عليه وأخذها المخاض فولدت صلى الله عليه وسلم نور يتلاس أرسلا يا بلد ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وجدها صلى الله عليه يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء صلى الله عليه وآتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم الأضراء صلى الله عليه مولد في طول الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام إلى ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية مقوبا لمن كان معه صلى الله عليه وسلم رضي كرمه ورماه عذر اللهم قبره الكريم بألف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا للملائكة الروحانية ويركب البعير والفراس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه وحده ويعزب على بطني الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية ووعدته الجبال بأن تكون له زبا فبا وكان صلى الله عليه وسلم يقيم الأخذ ويبدا ملاقيه بالسلام ويدين القلاد ويقصر الخطاب الجمعيا على الشرف ويكرم على الفضل ويمزه ولا يقول إلا ويعبه الله تعالى ويرضاه وهاهنا وقف بنا يهاد المقال أمين جراد في الحلبة البيانية وبلغ ضاعي